الجد احنا كله الا بالعمل. احنا شفنا في النصف الاول من رمضان هذا الجدل اللي في اوروبا تمثل يعني كنموذج في موضوع لعيبه الكوره. نعم. وفي دولتين دولة سمحت انه يبقى في افطار داخل المباراة او اثناء المباراة، ودولة اخرى قالت لا اللعيبة المفروض ما تصومش او احنا مش هنسمح انه يبقى في افطار داخل الملعب. هل لعيب الكرة، لانه في ناس كتير قالوا ده بيلعب كرة يعني ما المفروض يسوق يعني دي مش حاجة مهمة قوي، وبعض الناس تانيين قالوا لا ده عمله وفي تعب كثير وتعب يعني في ارهاق فممكن ان يفطر، رأي حضرتك ايه في هذا الامر؟ رأيي اننا يجب ان نعيد التفكير في لعبة الكرة، صارت صناعة ولم تعد رفاهية ولم تعد لعبة. يعني احنا بنسميها اللعبة في هذا العصر او في هذه الايام والسنوات القليلة الماضية تجاوزا، لكن هي الحقيقة صناعة وصناعة مربحة جدا والكل يعلم ذلك، واللعيب بيتم بيعه من نادي الى نادي بملايين، واللاعب نفسه بيبقى له وضع مالي غير عادي. اذا صارت هذه الصناعة ويعني وظيفة للترزق، باب للترزق والتكسب، صارت من ضمن التجارات، لان لفظ التجارة غير البيع، التجارة اعم من ان يكون بيعا. اذا هذا من ضمن المكاسب المشروعة التي اعترف بها العالم ونعيش فيها. اذا هذا يعمل وليس يلعب، يعني كنا نقول اللاعب نزل الملعب ده جاء لعمله، يقوم بعمله، اكله بحساب، شربه بحساب، جريه بحساب، كل حاجة بالميزان فترة لعبه، وبعدين اذا اختل ذلك بيتم استبعاده. اذا هو اذا اراد ان يقوم بعمله اللي هو في صناعة لعبة كرة القدم، ان يقوم بهذه اللعبة على وجهها الاكمل وبحقها، اذا عليه ان يلتزم بتعليمات المدرب. والدين قلت مرة مع سيادتك قبل كده بيتكيف مع صاحبه، مش الانسان هو اللي بيكيف نفسه على الدين. يعني لما انت سيادتك تقرر تسافر، حقك يا مسلم تسافر ولا لا؟ طبعا. ايوه حقك. طب لما انت حقك تسافر، الدين بيقول لك بقى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. لما تكون مريض او في حاله سفر من حقك تفطر. اذا مين اللي بيقرر السفر؟ صاحب الشأن. ولا الانسان صاحب الشأن يقول اصلا لو سافرت هيبقى من حقي افطر وده حرام، اذا لازم اصوم لما سافرش. لا غلط، نفس الامر، انا عايز انام، لا اصل هيجي فيه فرض ممكن انام عليه، او اذا ما نمشي عشان اصلي الفرض. طبعا. لا مفهوم، خد راحتك ونام براحتك واصحى براحتك، والدين بيكيف عليك مش انت اللي بيكيف ظروفك على عبادات الدين. اكيد. دكتور سعد الدين الهلالي استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر، بشكرك شكرا جدا.